أن يكون رمضان يوم عادي. يعني يوم عادي يعني إفطار غدا عشاء، يوم عادي. هقول جملة الأول قد تبدو صعبة ولكن هشرحها كويس جدا. عارفين حاجة اسمها امتصاص؟ أنا باكل، الأكل بينزل في الأمعاء، يمتص يخش الدم، دي ظاهرة اسمها الامتصاص. يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع عدد ساعات الصيام. نشرح بقى، أنا صمت 5 ساعات وكلت أكلة أمتص 70% منها. طب لو صمت 10 ساعات وكلت أكلة أمتص 90% منها. طب صمت 18 ساعة وكلت أكلة أمتص 100% منها. تخيل لو كلت 100 جرام سكر هيخش الدم كله. إذا أنا لا يجب أعامل جهازي الهضمي وهو صايم زي ما هو صايم خالص. فنعمل ايه؟ على فكرة جميع البلاد الاسلامية بتعمل اللي بقوله لكم ده، ما عدا احنا. احنا البلد الوحيدة اللي بيقعد يفطر. المغرب ده ربع رغيف جبنة بيضة بالطماطم وكوباية شاي باللبن، وسيب البيت، سيب البيت، انزل المسجد، استعد للتراويح. الحمد لله المساجد السنة دي مفتوحة، الحمد لله بفضل الله. رجعت من التراويح الساعة 9:30، 10:15، 10 اتغدى شوية خضار وحتة لحمة أو فرخة أو اللي أنت عايزه وشوية رز، ده الغدا. قبل الفجر ما يبدأ بربع ساعة زبادي وخيارتين عشان يمنعوا العطش وكوباية مية طبعا. جربوا. طبعا دي عايزة قوة إرادة غير عادية، إن أنا صايم ومراتي عاملة مسقعة وعاملة بطة وعاملة شوربة وعاملة خشاف وعاملة مصايب وأنا أقعد آكل، هذه كارثة. على فكرة السعودية ما بياكلوش ساعة الفطار، ما بياكلوش، بياكلوا بعد التراويح. أنت عشان تصلي في الحرم المغرب، عشان تصلي الحرم في المغرب عشان تخرج ما تعرفش تخش تاني، ما تعرفش تخش، ايام ما كانش فيه حظر للدخول وكلام. فكنا بنقعد نصلي المغرب، ناخد بلحه وشويه زمزم ونصلي العشاء ونصلي طراويح ونروح ناكل. احسن وقت لصحتك ده فطار غدا عشاء.